أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن ترتب أحداث الجزء الثالث من رواية الخيميائي، البحث والقراءة حول العمل الأدبي لكتابة تحليلا لهذا العمل. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف تقوم بترتيب أحداث الجزء الثالث من رواية الخيميائي، بعد ذلك نقوم بحل أسئلة الجزء الثالث من الكتيب. عليك أن تستخدم المفردات في جمل من إنشائك مثل نزقة، المطايا، أغدو والعطب. أيضا عزيزي الطالب عليك أن تبين ماذا اقترح سانتياغو على التاجر باللور ليزيد من أرباحه، وعليك أن تعلل بكاء تاجر باللور عندما تحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين العاطفة التي برزت عند هذه الشخصية في هذا الموقف. لو كنت عزيزي الطالب مكان التاجر، هل كنت ستعتبر النعمة التي حصلت عليها لعنة أم ماذا؟ عليك أن تبين رأيك عزيزي الطالب. ما هي الأشياء التي اكتسبها سانتياغو من وجوده في طنجة؟ عليك أن تبين دور شخصية تاجر البلور على سانتياغو من خلال العلاقة التي قامت بينهما في المغرب. وهناك أيضا عليك أن تقوم باستخراج الصور الفنية وتوضيح هذه الصورة، مثل الصحراء امرأة نزقة تجعل الرجال أحيانا مجانين، إن القرارات تشكل فقط بداية شيء ما. عليك أن تقوم بتفسير هذه المقولة، سوف تقوم بربط الآية بأحداث الرواية، وهي آية قال الله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. اربط عزيزي الطالب الآية السابقة بأحداث الرواية، ثم عليك أن تستنتج الرسالة التي يريد الكاتب إيصالها. برأيك ما سبب عدول سانتياغو عن عودته إلى إسبانيا على الرغم من كسبه المال الكافي ليعود ويشتري أغناما ويرجع لرعايتها كما كان؟ وهل تؤيده برأيك أو ماذا؟ أيضا عزيزي الطالب في هذه الجزء عليك أن تستخرج بعض الأساليب اللغوية مسميا نوعها، وأيضا ما رواية الخيميائي مكتنزة بالرموز والإشارات التي تشير بقوة لوقائع إنسانية. عليك أن تستشهد على بعض هذه الرموز وتبين على ماذا دلت عليه. عزيزي الطالب، النص الأدبي هو عبارة عن مجموعة من الأفكار والأحداث والشخصيات والمعاني التي يتم تقديمها بشكل خيالي ومبتكر يتناسب مع رؤية الأديب، كما تكون مبنية على تصوراته الخاصة التي يرسمها باستعمال خياله العاطفي وبلغاته للتعبير عن رؤيته بشكل واضح ومحدد، بالإضافة إلى التأثير في المتلقي وإقناعه من أجل القبول بهذه الفكرة. عزيزي الطالب، عليك أن تقوم بقراءة النص لأكثر من مرة باستعمال أسلوب متأنٍ لكي يتمكن المحلل من فهم النص وفهم أفكاره ونوعه وموضوعه العام من أجل تذوق معانيه. أيضاً الإلمام ببيئة كاتب النص الأدبي من أجل الوصول إلى القيمة الأدبية والفنية للموضوع. أما كيفية خطوات تحليل النص الأدبي، معرفة اسم الكاتب بشكل كامل، معرفة مراحل نشأة الكاتب، معرفة أهم آثاره الأدبية وأبرزها، ومعرفة وقت وفاته وسببه. التركيز على الأفكار الأدبية للنص التي تكون على شكل عنوان ملخص يقدم أفكار النص بشكل موجز وصحيح. أيضا يجب التركيز على الأفكار الأساسية للنص الأدبي وتلخيصها. خطوات الدراسة الأدبية: تحديد القضية أو الموضوع وتحليل سبب تصنيفه للنص الفني، البساطة والوضوح أو الصعوبة أو الغموض، تحديد الفن المنتمي إليه النص الأدبي بشكل دقيق وتعريفه بشكل موجز من خلال استعانة بذكر تاريخه القديم، الترابط والتسلسل الذي يقصد به تحليل براعة وذكاء كاتب النص الأدبي في نجاحه بإقناع المتلقي بأفكاره وقدراته عن طريق تسلسل أفكاره بشكل منظم ومرتب. دراسة أسلوب الكاتب النصي هو دراسة تحديد نوع الأسلوب الغالب في النص الأدبي والغرض منه. أيضا دراسة الألفاظ من حيث غرابتها وصعوبتها ومن حيث سهولتها ووضوحها ومدى تداولها واستخدامها. أيضا دراسة الصور البيانية، دراسة الخصائص الفنية للأديب وتحليل الصورة الفنية للنص الأدبي بشكل دقيق ومفصل. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.